جماهير النادي الاهلي هتكون هي كلمه السر، وهتكون مصدر الرعب لاي منافس زي ما حضراتكم شايفين. حاجه الواحد كان جسمه بيقشعر وهو قاعد بيتفرج، ما بالك للناس اللي راحت الاستاد. سمعني يا سمير، حط دايما الاسماء او صوت الجمهور دائما في الخلفيه. حاجه جميله جدا جدا، الواحد وهو واقف امبارح وهو قاعد بيتفرج على المباراه كل شويه بتقوم بتتفرج، والله لم يكن عندي ادنى شك ان احنا هنفوز بهذه المباراه. يعني وانا بتفرج على الماتش قبل الماتش، ماتش صعب والماتش بيظل في الملعب صعب جدا، ولكن بوجود هذا الجمهور الرائع هو ممكن يحصل حاجة؟ لا ما اعتقدش، ما اعتقدش يعني ان يبقى هذا الجمهور متواجد وربنا ما يكرمش. يعني والله بجد الناس دي تعبت، الناس دي موجودة من الساعة 12 الظهر وواحدة الظهر موجودين في الاستاد، من 12 لغاية الساعة 10 11 بالليل هذا الجمهور متواجد في الاستاد. شفنا تصريحات البرتغالي ميجيل كاردوزو المدير الفني للترجي، قال بعد المباراة قال كده، قال صعب ان اي فريق يلعب امام جماهير نادي الاهلي. حقا وفعلا ويقينا حضراتكم السبب الرئيسي والداعم الاول للبطولات طوال الوقت. حاجه جميله جدا جدا جدا، ولما كنت دايما بتكلم على الجمهور يقولوا لي اسلام انت اصلك يعني لا، اسمع 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 الجمهور ده، اسمع اللعيبه، اللعيبه النهارده طالعه في كل مكان، شوف هيقولوا ايه. هيقولوا ان هذا الجمهور هو الاساس، هذا الجمهور وهتافاته هم الاساس، هم الاساس في الفوز. اتفضل اسمع، علي الصوت وسمعنا. مش ممكن والله، الواحد يعني الواحد هو واقف دلوقتي وشفنا المنظر ده امبارح جسمه بيقشعر. ازاي اللعيبه اللي في الملعب؟ لا طبعا لازم يموت نفسه، وكسبنا عشان خاطر حضراتكم، عشان خاطر الصوت اللي احنا بنسمعه، عشان خاطر القعده. امبارح الاستاذ ايهاب الخطيب بيوريني صوره لولد قاعد بيذاكر، مامته بتذاكر له في الاستاد، عايزين يتفرجوا على الماتش ومش عايزين يسيبوا دروسهم، واللي بيصلي واللي واقف بيعمل واللي واقف كذا وكذا وكذا. ايه يا جماعه كمان، ايه الحلاوه دي؟ تتعلم من هذا الجمهور كل حاجة حلوة، كل حاجة حلوة أنا بتعلمها من حضراتكم، من هذا الجمهور الرائع. طبعا بيني وبينكم يعني